هاي ما لازم تشوفه محلتنا. احد روح اشوف شايف انت. بلاش بلاش شايفين في الموقع في حادث اختار القاتلة نفسها مقلوبة والعربية رقم 2 ورا القاتلة أيضا مقلوبة دي عربية بريت والحادث القاتل ده رقم 80 خارج القاهرة 8 وربع دينا أو 8 وثلث وأعتقد إن الرحلة كانت ماشية بشكل منتظم جدا هو إحنا في المنطقة اللي إحنا موجودين فيها دينا الخط الطوالي سليم القاتل ده دخل في سكة فرعية نتيجة طبعا السرعة هو خبط في الاستعدادات الموجودة في نهاية السكة الفرعية اللي احنا شايفينه قدامنا في الموقع دلوقتي الخط ده متحكم فيه الكترونيا وبالتالي طبعا في لجنة تحقيق من قبل هيئة السكة الحديد بتدرس ماذا تم بالظبط لان هي بتدرس اولا كل الاتصالات اللي تمت ما بين عامل البلوك وما بين غرف التحكم المركزيه ما بين البلوك اللي قبليه والبلوك اللي بعديه وما بين سائق القطار لكن دخول القطر في السكه الفرعيه دي يحتاج بالفعل تحليل فني عشان نعرف بالظبط لانه اذا كان الخط ده محكم متحكم فيه بشكل اوتوماتيك بشكل الكتروني فدخول الخط في السكه الفرعيه دي دون مبرر عليه علامه استفهام تحتاج لجان فنيه متخصصه هتبص في كل التسجيلات اللي حصلت قبل دخول القطر للمنطقه اللي احنا موجودين فيها طبعا